انا بقيت الزعيم. لا الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا زيط. ازيط؟ يا هيص براحتك. اسمها هيص. زيطة. زيطة، اه جاي من الزيطة. اه. كله هيزيط. يلا اختار لنا، اختار لنا حاجة حلوة ناكلها. حاجة حلوة ناكلها من دول؟ اه. طب بص مبدأ يا عم، خد البتاع اللي لاب خاني دي. مبدئيا أيوة. ها الراجل ده انا ما بحبش السمين. أوه. يعني ايه كوليسترول وبتاع، فيا ريت نفرج عنه، نفرج عنه. كوارشي وكباكا. ايه يا كمال؟ لا يا باشا والنبي يا باشا، والله المكان ده ربنا فيه زبون الحمد لله. يا ابني هو انا بلديه يا ابني؟ يا باشا ده انا بنقذك يا يا باشا. معلش يا باشا، وفروا لنا اماكن الاول قبل ما تنقلونا. ان شاء الله المحافظ الجديد هيظبط لك كل حاجه يا باشا. ده بياكل خمس عيال المكان ده والله. يا عم اطلع يا عم، هتستوي هتستوي. انت فرحان؟ انت فرحان؟ انت مش فاهم انك بتتعذب. بص بنت ام كاسكتة. كاسكيكا. كاسكتة. كاسكنكا. كاسكريكا. اه هي دي. ماشي ماشي. هي دي، هاتوها نسلقها ناكلها. ولا بالا كاشي، هات الموزه دي. يا جماعه حرام عليكم، تموتوا الصاروخ ليه؟ اصبر عشان دورك جاي. اصبر. ها حرام عليك، خليهم يسيبوني. يسيبوكي ليه؟ يسيبوكي ليه؟ من حق، من حق كل واحد ان هو يخش ياخد دوره جوه القدره. حضرتك انت بتاخدي دورك دلوقتي، وهم حبوا النوعيه دي من اللحمه. لعلم انا ممكن اسيبك يقطعوكي ويسووكي ويعملوا اللي هم عايزينه، بس احنا جدعان برضو. ها ما ينفعش اسيبك. خلاص سيبها يا معلم، سيبها. هونجا كمان سيبها، احنا ناكل فاكهه وخضار بس. بوليس ارمي الخيار. يا عم ده مش بوليس، ده بتاع الغاز. ده اليو ان. اليو ان، اهلا وسهلا. دول ركاب الطياره. ايوه، وانا القائد بتاع الطياره اللي وقعت بيها. تمام يعني. الحمد لله. ايوه يا فندم. لقيناهم الحمد لله. الحمد لله. هبعت لك الاحداثيات حالا. حاضر. لو سمحت حضرتك، الناس دي كانت عايزه تاكلنا من شويه، ومحمد صلاح ده بهدلنا والله. الناس دول؟ يا ابني ده اللي مربيهم بايد. والله بهدلونا، ده كانوا هياكلوا صاحبي ده. لا طب بص. خد بونبوني، تديهم البونبوني تاخد عينيهم. بونبوني. بونبون سيما. انسحبوا.